سيداتي آنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، متتبعي مباريات كأس الأمم الآسيوية في الوطن العربي الكبير، في العراق العزيز، في بغداد العزيزة، في البصرة العزيزة، في الموصل العزيز، في أربيل، في كركوك، في كل المدن العراقية، العراقيين في العالم أجمع، تحية لكم أيها الأحبة في كل مكان. فريقكم سوف يجري بعد قليل، وشخصيا متأكد من المشاعر الكبيرة، من مشاعر الحب، من الدعاء الذي يأتي من الكبار والصغار على حد سواء، لكي يوفق أسود الرافدين اليوم في الأطلالة الأولى في بطولة كأس الأمم الآسيوية في المجموعة الرابعة. وفي المجموعة الرابعة ظهرت إيران بكل قوة. الإطلالة الأولى لكل الفريقين، الفريق العربي العراقي مع بداية المباراة، هدف ملغي، هدف ملغي، أوكي هدف ملغي، لكن أتمنى ألا تحدث الإصابة لأحمد ياسين، سقط وعانى من الإصابة، وبالتالي هدف. ثواني الأولى المباراة تبدأ بإثارة قوية بسقوط على أرضية الملعب من أحمد ياسين بهدف ملغي، لأن حكم المباراة أطلق صافرته أعتقد بعد أن شعر بوجود خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. لذلك الآن الحكم العراق المتقدم أحمد ياسين، أحمد ياسين يتقدم هذه المباراة. المنتخب الفيتنامي، اللاعب اللي تلقى البطاقة، الاسم الأول حاضرا، لأن كم واحد عندنا؟ 9 من اللاعبين في تشكيلة المباراة أمام اللاعب الشاب العراقي الزينة ميمي، ميمي علي، المتابعة حاضرة، والتقدم من علي عدنان، خلص علي عدنان، لكن في أسرع بطاقة صفراء في كأس الأمم الآسيوية كلها تقريبا، لأن هذا اللاعب إنجوان إيترون تلقى البطاقة الصفراء والضربة الحرة المباشرة بعد ذلك. والحكم القطري السيد عبد الرحمن الجاسم واضح أمامك على الشاشة. يا ميمي، ميمي يتقدم، يهيئ الكرة إلى حسين علي، التسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة حلوة ميمي، حلوة حسين علي، ردة الفعل من حارس المرمى دانج بان لام بهذا الشكل، الكرات الجميلة المتبادلة، الجول الأول، الضربة الركنية اللعبة عالية، الرأسية تحولت آخر 3 نقاط من اليمن. والله بعدين ممكن عاد ندخل في 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 حسبة إن إحنا نكون مثلاً في المركز الرابع، لأن في المجموعات تتوقع في بعض الأوقات إن يكون فيها فريق يصل إلى الدور الثاني وهو في المركز الرابع. بطاقة صفراء تظهر على لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد، هذا أسامة أمامك، لكن نتمنى أن يأتي الهدف المحتسب للعراق مو لفيتنام. لاعب المنتخب الفيتنامي يوم ما شعر بعد هذا اسمه إنغويان، وايد إنغويان، 9 إنغويان في المنتخب الفيتنامي، هذا واحد منهم إنغويان إكوانغ آسيوية، يفكرون في الاستحقاقات القادمة. فرصة المنتخب العراقي والتسديدة، لكن محاولة، أوكي تبقى المحاولات، تبقى محاولات المنتخب العراقي. آخر المحاولات أمامك مهند علي، الكرة اللي للتسديدة القادمة، المرور جيد، التسديدة بعد ذلك، يهيئ نفس الكرة بشكل جيد مرة في هذه البطولات. محاولة الله 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 الله، عبرت عبرت وخرج جلال حسن، وما في تفاهم ما بين علي فايز وجلال حسن، وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي الكرة بهذا الشكل مرات. والحقيقة شوف اللي حدث ما بين علي فايز واللي حدث هني 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 أمامك، اللقطة كاملة متكاملة، النقلة الأولى، النقلة الثانية، شوف لاعب المنتخب الفيتنامي وين، شوف المدافع وين، وشوف عندك مرشح أول، إيران مرشحة أولى للفوز باللقب بعد المنتخب العراقي، هدف تعديل النتيجة، الضربة الركنية اللعبت مرت وصل، يلا بالجول، جول التعادل نبيل الآن الآن الآن، الله نبيه الآن، وظهر ميمي وسجل هدف التعادل للعراق. تبا تلاعب فيهم كيفما يشاء،
وتقدم الشاب الصغير 18 سنة يتقدم مهند علي ويتلاعب بالتشكيلة المتوقعة للعراق. ضربة حرة مباشرة يعني لذلك الحذر كل الحذر. الضربة الركنية للفيتناميين، الكرة تحولت المنتخب الفيتنامي، المرور والتقدم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني، المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني، المنتخب العراقي إنجوان كونغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب. هني التغطية، هني التغطية، من هني تبدأ. صح صح، هذا كلام سليم. أنت تشرك لاعب وبعد دقائق تسحبه، يعني هني عليه الكلام. وهنا محاولة المنتخب العراقي، محاولة أخرى ولكن أعتقد أن صفرة حكم المباراة. لاحظ معي حارس المرمى دانج فان لام، وأن يبدأ المنتخب العراقي من جديد المباراة وكأنها تبدأ من جديد. شوط كامل أمام المنتخب العراقي في هذه المباراة، وبالتالي المنتخب الفيتنامي ليس هو الفريق الذي لا يقهر. نعم أدى تصفيات معقولة، نعم في المباريات الأخيرة لم ينمرات في المباريات الافتتاحية في المشاركات الثمان السابقة. يلعب الكرة عالية، ما فيه شيء، فيها جول فيها جول، لكن لا، اخيرا اتت صافرة حكم المباراة وحالة التسلل. الحكم المساعد قطري، حكم المباراة قطري، السيد عبد الرحمن الجاسم. قطر حاضرة، اكيد حاضرة يعني في العراقيين. يلا العراق، يلا العراق، الفرصة معادية. يرمي رمية التماس الآن طويلة، اللعبة مرت ووصلت واستقرت عند حارس المرمى ظلم دانج فان لام. لاحظ الكرة يوم مرت من المدافع إنجو هاي. منتخب العراقي يفقد الكرة، تبدأ محاولة منتخب فيتنام. كرة انلعبت عالية وسريع بالتوفيق ومغادرة أسامة رشيد أمام المنتخب الفيتنامي، لكن تبقى فرصة العراق. عالية عالية عالية، انحطت ومرة أخرى يتقدم مهند علي. جول جول جول، العراق يعادل نتيجة المباراة. همام من اللمسة الأولى، الثالث للعراق، الثالث إن شاء الله للعراق، الثالث إن شاء الله للعراق. لكن المنتخب العراقي يعاني الآن أمام المنتخب الفيتنامي، وبالمقابل أعتقد على المنتخب العراقي أن يستفيد من إمكانيات هذا اللاعب المنتخب العراقي. لكن اللي صار في كأس العالم ترى مو بعيد، في روسيا 2018 التسديد فوز، احترام الخصم من البداية إلى النهاية، والتسديد حاضرتين 1-0 2-1 عند الضربة الركنية الخطيرة عند منتخب الفيتنامي. لعب مباراة قوية والتسديد حاضر لمصلحة المنتخب العراقي، لكن الفيتناميين خطرين. الفيتنام كثافة عددية كبيرة في المدافعين، 3-3 3-3. العراق، نعود إلى العراق. العراق يا شباب. في هذه البطولات محاولة الله 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 الله، عبرت عبرت وخرج جلال حسن، وما في تفاهم ما بين علي فايز وجلال حسن، وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي الكرة بهذا الشكل مرات. والحقيقة شوف اللي حدث ما بين علي فايز واللي حدث هني 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 أمامك اللقطة كاملة متكاملة، النقلة الأولى النقلة الثانية. شوف لاعب المنتخب الفيتنامي وين، شو وشوف المدافع وين. الله يلا بالجول، جول التعادل نبيل الآن الآن الآن. الله نبيه الآن، وظهر ميمي وسجل هدف التعادل للعراق. تبا تلاعب فيهم كيفما يشاء،
وتقدم الشاب الصغير 18 سنة يتقدم مهند علي ويتلاعب حاولة المنتخب الفيتنامي المرور والتقدم. يا الله يا الله علي انحطت ومرة أخرى يتقدم مهند علي. جول 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 المباراة. همام من اللمسة الأولى